هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد هو طريقة تحضير ليالينا أو ليالي الشام، وهيدي كانت الأول مرة اللي رحنا بنعملها ومنجربها وكمان صورناها ونجحت من أول مرة. هلأ المكونات للكيك الواحد، رحنا بدنا نعمل 2 كيكين، فرحنا بدنا نعمل مزيجين بنفس المعايير والمكونات. الكيك الواحد 5 بيضات، 2.5 كوباية سكر، معلقة كبيرة فانيلا، 250 جرام من الزبدة على درجة حرارة الغرفة، 3 أكواب طحين وملونات فيكن انتو تختاروا حي للون بدكن ياه. أول شي رحنا منضيف البيض، مثل ما شايفين رحنا عم نعمل مزيجين، المزيج الأول للكيك الأول والمزيج الثاني للكيك الثاني، وبعدين منحركن بخلاط كهربائي لحتى يفتح شوي لونهم. بعدين منضيف السكر وكمان منحرك بخلاط الكهربائي ومنضلنا هيك عم نحرك لحتى يدوب السكر ويبطل يقرمش مثل ما شايفين بالفيديو. وهلأ بعدين ضفنا الفانيلا وحركنا هيك شوي صغيرة، وبعدين ضفنا الزبدة، ضروري تكون على درجة حرارة الغرفة، وبعدين حطيناها رحنا مثل ما شايفين مقطعة وضفناها شوي شوي بالتدريج على المزيج، وكمان كل ما ضفنا قطعة رجعنا خلطناها منيح مثل ما شايفين كيف عم نعمل بالفيديو بهيدا الشكل. وهلأ من بعد ما حركنا منيح والزبدة دابت كتير منيح منضيف الطحين بهيدا الشكل، ويعني أحسنكن إنه تضيفوه هيك تدريجيا أحسن، يعني بهيدا الشكل، وأكيد منحرك بخلاط كهربائي. وكمان بدي إلكن شغلة إنه ما تخافوا إذا طلع المزيج كتير سميك، لأنه هو هيك الكيك لازم يكون المزيج سميك شوي مثل ما شايفين بالفيديو كيف عم نحرك ومبين هيك شوي جامد، يعني ما بيأثر ما تخافوا. وبدي اقولكم شغلة كمان انه ضروري تحركوا كتير منيح، يعني تقريبا بتكون ضلكم 5 دقايق عم تحركوا لحتى الطحين ينخلط مع البيض والاشياء اللي ضفناها سابقا بهيدا الشكل. شايفين كيف صار المزيج عنا؟ شايفين سمكو هيك كتير منيح بيكون؟ شايفين كيف هلأ أخذنا بالمعلقة؟ يعني هيك عادة طبيعي يكون هيك الكيك. وهلأ رحنا هيدا الكيك التاني عنا، حطينا مثل ما قلت لكم سابقا انه عملنا مزيجين للكيكين، وهلأ رحنا ضفنا ملونات، فيكن ضيفوا حيا للون بدكن ياه. رحنا ضفنا عقدة صفرة بالأول لحتى يطلع هيك شوي أصفر، وبالتاني ملون أحمر أو زهر، حيا الله شي حيا الله شي بدكن ياه. رحنا ضفنا يعني معلقة كبيرة، وانتو كمان فيكن تقللوا مثلا إذا ما عجبكن اللون أو تكتروا كمان ما بيأثر، هيدا الشي بيرجع لكم حسب انتو كيف بتحبوا اللون يكون. وهيك عنا المزيجين بيكونوا جاهزين. هلأ بقلب صينية الكيك مندهن شوية سمنة أو زبدة أو زيت، وبعدين منحط زبدة الورق بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو، وحجم الصينية لازم يكون 40×30 ضروري. وبعدين كمان فيكن تقصوا شوية رافع عشان تقدر تثبت بقلب الصينية مثل ما شايفين بالفيديو، بتكون هيك أسهلكن إذا قصيتوها من الطراف. وهلأ عم نحط مثل ما شايفين بالفيديو المزيج الأول، وهو المزيج الكيك اللي لونه زهر. وكمان لازم توزعوه على كل أنحاء الصينية بشكل متوازي، وكمان لازم نجلسه شوي. هلأ ما بيأثر إذا هيك علمه شوي، يعني ما كان كتير مالس، بس هيدا كله بيروح بعد ما نحطه بالفرن.
وكمان احنا لازم نحمي الفرن قبل ب10 دقايق ومنحطه بالطبقة اللي بتجي بالنص على درجة 170 لمدة نص ساعة، ولازم أول 15 دقيقة لازم تبرموه شوي للكيك، وبعد نص ساعة منحط بقلبه هيك عودة خشب بس عشان نشوف إذا استوى من جواته أو لا، يعني إذا ما لزق شي يعني بيكون استوى. وهلأ منشيله من الصينية ومنخليه ليبرد شوي لمدة يعني ساعتين، وبعدين هلأ رحنا عم نحط المزيج التاني، يعني عم نحضر الكيك التاني، ولازم تعملوه بنفس الصينية، يعني حجمه لازم يكون نفس الكيك الأول، يعني الكيكين لازم يكونوا نفس الحجم. وهلأ عنا الكيك التاني جاهز، كمان منشيله برات الصينية ومنخليه لحتى يبرد. وكمان بدي اقولكم شغلة، انه كتير ضروري تتركوهم لحتى يبردوا على الاخير احلى ما يتفتتوا معكم، يعني اذا استخدمتون وهن سخنين بيتفكك الكيك لحاله. وكمان نسيت اقولكم انه اذا ما نفش الكيك معكم ما بيأثر كتير عادي، لانه هو اصله انه ما بينفش. وبعدين رحنا وقتها تركناه لحتى يبرد وزعنا عليه المربى الفواكه، رحنا هون استخدمنا مربى المشمش، انتو شو ما بتكون فيكم تستخدموا مربى. وكمان لازم كتير كتير تنتبهوا انه ما تجيبوا شقف، لازم يكون هيك شوي مريق، يعني ابدا ما يكون في شقف عشان الشقف رحنا ما بدنا اياهم. وكمان لازم تأكدوا منيح انه توزعوا المربى كتير منيح على كل انحاء الكيك. وهلأ رحنا جبنا الكيك التاني وقلبناه على جهته التاني وتركنا مع ورقة الزبدة مثل ما شايفين، وحطينا فوقه صينية وتقلناه بجالون مي او حيلا شي فيكن تقلوه، يعني حيلا شي تقيل اكيد. ورحنا تقلناهم عشان يلزقوا الكيكين مع بعض، ورحنا لازم ضروري نتركهم لمدة 4 ساعات، وبعدين منشيل ورق الزبدة ومنقطع الأطراف بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو. وهون هلأ رحنا قطعنا الأطراف وشلناهم، وهلأ صار وقت تقطيع الكيك. رحنا هون استخدمنا مسطرة لحتى نقطعهم ويكونوا كلهم نفس المقاس. رحنا هون قبل ما نقطعهم قسنا شوي بس هيك، علمناهم قسنا 2 سنتيمتر لكل قطعة، أول شي يعني علمناهم من فوق ومن تحت مثل ما شايفين بالفيديو 2 سنتيمتر بهيدا الشكل. وبعدين رحنا استخدمنا مسطرة حتى يطلع معنا هيك القطعة جالسة بهيدا الشكل، وبعدين رحنا حطيناهم بقلب الصينية وحدة جالسة وحدة نيمناها مثل ما ورجيتكم. شايفين كيف قطعناها؟ حطينا واحدة جالسة وواحدة نايمة، وشايفين كلهم عم يطلعوا نفس المقاس، يعني 2 سنتيمتر بهيدا الشكل. وليكو كمان بدي اقولكم شغلة، انه ما تخافوا من وجه الشوكولا انه هيك مبين، لانه ما حيبين ابدا وقتا نخلصها اخر شي، يعني كله حيروح حنغطيه لانه بالشوكولا، يعني ما تشيلون لهولي وجه الكيك مثل ما شايفين. حارجع لكم ضروري نحط وحده جالسه وحده نايمه عشان وقتها نلزقهم يطلع اللون كل وحده عكس التانية، وتسهل عمليه انه تلزقوهم وما تخربطوا بالالوان بهيدا الشكل. وهلا رح ورجيكم نحن شو عملنا. اول ما نطبقهم على بعض اكيد رح نحط مربى، رحنا حطينا رحنا على وحدة وهي اللي جاية بالعرض مثل ما شايفين بالفيديو، دهنوا كتير منيح المربى على الأطراف عشان يلزقوا معكم بسهولة. وبعدين جبنا هيدي اللي حطيناها بالطول وحطيناها فوق طاولة العرض، وكمان ضغطوا عليها من الجوانب عشان يلزقوا منيح مثل ما شايفين كيف عم نحط مربى. ورجعنا هلأ أخدناها ودغري ليكوا الألوان دغري اتطبقوا على بعض وطلعوا عكس بعض. ضروري تنتبهوا وانتو عم تطبقوا انه تحطون عكس بعض الالوان. وهيك كان رحنا شكلها الاخير، لازم هيك يطلع، شايفين الالوان عكس بعض وكل شي ملزوق ببعضه. وهلا بعدين بنتركها بقلب الفريزر لمدة نص ساعة
لحتى يجمدوا مع بعض، وكمان لحتى يلزقوا مع بعض. وبعدين للشوكولا بنحتاج 500 جرام من الشوكولا وثلاث ارباع كوب من الزيت، اكيد زيت نباتي. وبعدين هلا بدنا ندوب الشوكولا. رحنا دوبناها مثل ما بتعرفوا على حمام مائي. تغلوا المي اول شي، وقتها تغلي المي فيكن انتو تطفوا النار، وبعدين بتحطوا فوقها زبدية وبتحطوا بقلبها الشوكولا، وبعدين وقتها تدوب الشوكولا كليا بنضيف الزيت. لقلكن الزيت لشو رحنا منضيفه؟ لحتى تتماسك الشوكولا كتير منيح، وحتى من بعد ما نجمدها ما تتكسر ابدا معكن. يعني عن جد جربوا هالطريقة، وبعدين منحركن كتير منيح يعني اكيد الزيت. وبعدين منحط الشوكولا بقلب صينية مثل ما شايفين بالفيديو. يعني كتير بنصحكن انه تحطوها بصينية مش زبدية او شي تاني. بعدين هيك منحركها شوي صغيرة مثل ما شايفين بالفيديو. وهلأ هون عنا الكيك من بعد ما حطيناه نص ساعة بالفريزر، صار قطعة واحدة يعني كليا ملزوقين ببعض وأبدا ما بيتفككوا. وهلأ صار وقت نغمسهم بالشوكولا. هيدا أحلى مقطع بحبه من هيدي الوصفة. شايفين رحنا بنحملها من الجهتين من الأطراف، وبعدين منلكها بالشوكولا بهيدا الشكل. ولازم كمان تعملوا عدة مرات تحطوها بالشوكولا مثل ما شايفين بالفيديو. يعني قلبناها عدة مرات، مدري كم مرة. وشايفين رحنا كيف شلنا الشوكولا الزايد بس من تحت على أطراف الصينية بهيدا الشكل. وبعدين منتركها بالفريزر لنص ساعة مينيموم يعني حتى تجمد الشوكولا من برا. وبعدين رحنا تركناه بالليل واجينا تاني يوم وشفناه بهيدي الروعة، كتير الحلو وبيجنن. وهلأ عادي منقطعه بالسكينة، فيكن انتو تطلعوه قبل من 10 دقايق عشان شوي سهل عملية التقطيع ومثل ما شايفين بالفيديو. وكمان فيكن انتو تستخدموا قشارة البطاطا لحتى تزبطوا الشوكولا الزايدة، او بالسكينة عادي فيكن بالسكينة كمان. وشايفين كيف الكيك جامد بجنن، ما عم يتفكك ابدا، الطبقات لازقين ببعض، يعني عن جد كتير بيرفكت وبجنن. وهيك عنا قدمناه هون، وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.